الشفاء العاجل لجرحانا وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا ونبارك أهل ليبيا بالانتصار انتصارنا وتحرير كامل تراب ليبيا. نحن منظمتين مدنيتين مناضلات من أجل ليبيا وبصمة شبابنا، قمنا اليوم بتنسيق سوق خيري. غرض من هذا السوق الخيري هو ترفيه الأطفال، ترفيه الأطفال الشهداء ودعم أهالي الجرحى، وبإذن الله الأهداف من جهة الأولى هو دعم هو الترفيه على العائلة للعائد، ترفيه العائلات والأطفال. من جهة الأخرى عائد هذا السوق الخيري حيكون لدعم ومساندة أطفال الشهداء ومشاركتهم في عيد الأضحى، يعني مشاركة معنوية ووقوف بجانبهم وأن ما خلوهمش لوحدهم. وطبعا هذا التنظيم هو بدعم ذاتي بدون من غير يعني بدون دعم من أي جهة.
جهة معينة، دعم ذاتي كله. بالنسبة لبصمة شبابنا، نحن منظمة إعلامية إعلانية، قمنا بعديد من الأشياء، من بينها قمنا بالتوثيق وكل الأحداث اللي حد صار في الزاوية، من بينها فرحة علي الزاوية بالتحرير كامل تراب ليبي، من بينها سقوط الطاغية، قمنا بإذن الله في خلال أسبوع الجاي قمنا بإصدار مجلة إلكترونية على صفحتنا، نشاطات أخرى مثل النشاط اليوم السوق الخيري، هذا دعم أهالي الشهداء. بالنسبة لجمعيتهم، جمعية مناضلات من أجل ليبيا، الهدف الأساسي للجمعية هو إبراز دور المرأة في المجتمع، من خلال إبراز دور المرأة في المجتمع الطفل، من خلال حملات توعوية للمرأة اللي ما عرفت حقوق المرأة، ما عليها شو اللي لها وشو اللي عليها، حقوقها وواجباتها، نفس الشيء اللي توعية الطفل من قبل الاستعانة بأخصائيين اجتماعيين وذوي خبرات كفاءات المختصين في هذا المجال. اللي نظمتها جمعيتنا كانت أول نشاط كان إقامة حفل لأسر الشهداء، كان حفل تكريمي لأسر الشهداء، وكان في مساندة بسيطة لجوار زاوية لما كانوا في جبهة الوليد، وكان في نظمنا زيارة للجرحى في مستشفى الزاوية، وعندنا عمل في المستقبل إن شاء الله، عندنا غدا مثلا عندنا ندوة بعنوان الإعلان الدستوري، وفي ندوات إن شاء الله جاية، في نشاطات إن شاء الله نعمل عليها.